لا شيء يسيطر على محيطات العالم كما حوت الأوركا القاتل. إنه عبارة عن آلة مفترسة لا تكاد تشوبها شائبة، فهو لا يتفوق جسديا على معظم الحيوانات على وجه الأرض فحسب، لكنه يفوقها أيضا دهاء وحيلة. بمستوى مذهل من العمل الجماعي، تعتمد حيتان الأوركا على أجرى استراتيجيات الصيد في مملكة الحيوان، وتعتبر من أبدع الأمثلة على الميكانيكا الحيوية الموجودة في الخلق والتي لم تشاهد من قبل. سنلقي نظرة عليه قلبا وقالبا من خلال برنامج أنا وحش. يخاطر حوت الأوركا كثيرا عند الاقتراب من الشاطئ لتنفيذ عملية قتل من هذا النوع، لأن أدنى خطأ في الحسابات قد يتركه من غير وسيلة تمكنه من العودة. ينتج عن هذه المحاولات يوم زاخر بالحماس والنشاط. لا شك في أن هذه الاستراتيجيات الجريئة في الصيد هي التي تجعل حيتان الأوركا من أبرز الحيوانات المفترسة في المحيط. تعد حيتان الأوركا حيوانات مفترسة وقوية، إنها في الواقع أعلى الدوار مرتبة في المحيطات، فهي تأكل أسماك القرش على الفطور، وغالبا ما يكون حجمها الكبير كافيا لتتغلب على فرائسها. على الرغم من كونها تعرف بالحيتان القاتلة، إلا أن حيتان الأوركا هي في الواقع من أكبر أنواع الحيتان على الأرض، ولقد اكتسبت هذا اللقب لأنها من بين الحيوانات المفترسة القليلة في العالم القادرة فعلا على قتل الحيتان. إنها متعددة البراعات وطليقة الحركة، وفي كل منطقة تصطاد حيوانات مختلفة، وتعتمد كل من فرائسها على آليات دفاعية مضادة فريدة، مما يطرح مشكلة خاصة يتعين على حيتان الأوركا حلها من أجل البقاء على قيد الحياة. تصطاد على شكل مجموعات، فخلافا لسمك القرش الأبيض الكبير، ليست حيتان الأوركا حيوانات مفترسة انفرادية بشكل حصري. غالبا ما تقضي حياتها في الصيد مع عائلاتها على شكل أسراب، وهي كناية عن وحدات متماسكة، عادة ما تقودها الأمهات والجدات اللواتي يتناقلن المعارف من جيل إلى جيل. تلازم الصغار أمهاتها طوال الوقت وتتواصل معها على نحو فعال، بحيث إن عملية الصيد تصبح عملا جماعيا فعليا. تعد حيتان الأوركا مفترسة اجتماعية بامتياز. قبالة سواحل الأرجنتين في أوائل الخريف، يبقى هذا السرب من حيتان الأوركا على قيد الحياة من خلال السباحة نحو الشاطئ في خطوة تعرف بالجنوح المتعمد. هنا تجتمع جماعات من جراء أسد البحر بهدف تعلم السباحة. قد تصبح هذه الجراء بمثابة البط الراقد إذا تبينت حيتان الأوركا كيفية الوصول إليها. يحتاج حوت الأوركا الراشد إلى أكل ما يعادل 225 كيلوغراما من الطعام يوميا للبقاء على قيد الحياة. وبالتالي فإن حيتان الأوركا الأربعة في هذا السرب تحتاج إلى أكل 9 جراء أسد بحر يوميا لتتمكن من الصمود طوال السنة. يتعين على كل فرد من المجموعة الانقضاض على فريسته بنفسه،
من هنا ليس هناك ما هو أكثر أهمية من تعليم الأم مهارات الصيد لصغارها. عندما يبلغ العجل شهرين من العمر فقط تبدأ الأم بتعليمه كيفية المساهمة في عمل الجماعة وملاحقة الفرائس. أصبحت هذه الأم مستعدة لتعليم ابنتها فن الجنوح المتعمد. هذه على الأرجح أخطر استراتيجية صيد يعتمدها أي حيوان في أنحاء العالم. إن اقترفت أدنى خطأ فستموت، إذ إنها قد تجد نفسها محتجزة على الشاطئ عاجزة عن العودة. إذا أخطأ حوت الأوركا غالبا ما سيهلك. من هنا يجب أن تكون الأم ضليعة بما تفعل. فإذا بها تقوم بعدة اختبارات لقياس سطح الشاطئ وزاوية الانحدار. يتطلب الاقتراب من الشاطئ للانقضاض على جراء أسد البحر جهدا كبيرا. ها هي تتدرب على تنفيذ العملية. هل الشاطئ منحدر بما فيه الكفاية؟ وإذا انطلقت مسرعة نحوه فهل ستتمكن من العودة؟ هل المكان آمن لتدرب صغيرها على كيفية اصطياد هذه الجراء؟ إذا بها تدفع صغيرتها داخل المياه الضحلة وخارجها لتساعدها على اكتساب دراية بشأن الإحساس الغريب باليابسة تحت جسدها. حان الوقت الآن لتريها كيف يجري ذلك. من أجل بلوغ الشاطئ بسلام تحتاج إلى الانطلاق بسرعة تبلغ حوالي 30 كيلومترا في الساعة، وهي تفعل ذلك باعتماد أهم حركات السباحة المثالية. تبدأ بتسديد ضربة قوية إلى الأسفل بفضل عضلاتها الضخمة التي تمتد من زعنفتها الظهرية إلى فص ذيلها، ومن ثم تنقر ذيلها نحو الأسفل. وسط هذه السلسلة من الحركات النظامية تسدد ضربة بواسطة فص ذيلها بزاوية 90 درجة، ومن ثم يليها باقي جسدها مولدا طاقة بقوة 108 حصان. إن الطاقة الناشئة عن هذه الحركات الأربع قوية للغاية، بحيث أنه يمكن لهذه الطاقة أن تضيء مدينة نيويورك بكاملها لأكثر من ثانية. وقبل أن يدرك ما أصابه سيجد جرو أسد البحر نفسه عالقا بين فكيها الحدين. ويتعرض للضرب المبرح. تلحق هذه الضربات أذى كبيرا بالحيوان، فلو اكتفت الأم بإمساك الجرو في فمها لحظي الأخير بفرصة لخدشها. لكن بما أنها تعمل على ضربه وسحقه فهو لن يتمكن من إصابة هدفه، وبهذه الطريقة تتلافى الأم التعرض للإصابة من قبل فريستها. وبعد أن تنهال سحقا بالجرو فيما تراقب ابنتها المندهشة بجانبها ما يحصل، إذا بها تقوم بما يتنافى مع سلوك معظم الحيوانات المفترسة في العالم. إذ إنها تطلق سراح فريستها بصورة متعمدة. يحتاج إلى التدريب لتنفيذ مناورة الجنوح المتعمد. أحياناً عندما ينتهي من العملية ولا يكون قد جاع بعد يعمد إلى إطلاق سراح الجرو. والآن بعد مرور بضعة أيام وبعدما تعلمت من والدتها باتت الابنة على استعداد لمحاولة الصيد بمفردها. تستمع إلى صوت تدحرج الحصى وغوص الجراء في المياه، فتطوق إلى الإيقاع بهدفها. فإذا بها تزحف 15 مترا نحو الشاطئ وتزيد من سرعتها.
لم تخفق في القبض على أسد البحر فحسب، بل إنها بالغت في سرعتها لتجد نفسها في النهاية عالقة في الرمل الخشن. لا يتكيف جسدها في هذا المحيط، وإذا لم تتبين سريعا كيفية الابتعاد عن الشاطئ فسوف تنفق. تغطي المياه نصف جسمها، لكن عجل حوت الأوركا لا يملك القدرة الكافية على الطفو ليسبح بعيدا. ونظرا إلى كونها لم تتقن بعد آلية الجنوح المتعمد، بدت عدوانية جدا حين انطلقت باتجاه الشاطئ بسرعة تبلغ حوالي 50 كيلومترا في الساعة. ولا عجب في أن الهجوم بأقصى سرعة ممكنة يمكن أن يعد خطأ فادحا. بات جسمها البالغ من الوزن 2.5 طن متري مهددا من قبل قاتل غير متوقع، ألا وهو الجاذبية. هيكلها العظمي يتحرك تحت الماء لا على اليابسة كالبشر. تمتاز عظام ورك الإنسان بعرضها وقوتها وقدرتها على توزيع كل ثقله، إلا أن عظام ورك هذا الدولفين هي بعرض الخنصر لدى الإنسان، مما يجعلها غير قادرة على احتمال وزنه الذي يصل إلى 2500 كيلوغرام. من هنا فهي لا تستطيع منع قوة الجاذبية من ضغط رئتيها وكمية الأكسجين داخلها. وما يزيد الطين بلة هو أن أغشية الخلايا تتضرر بفعل ضغط الجسد، مما يؤدي إلى خروج البروتينات من العضلات ودخولها إلى العروق. تحاول الكليتان تصفية البروتينات التي تسمم الخلايا، لكن عند فرز كميات كبيرة منها قد تصاب الكليتان بالفشل في نهاية المطاف. لا يعيش هذا الحوت القاتل خارج المياه فحسب، بل إن وقته بدأ ينفذ. على صوتها في لفتة يائسة سمعت والدتها صراخها وهبت للمساعدة. صحيح أنها عاجزة جسديا عن مساعدتها، لكن لا يزال بإمكانها إنقاذ حياتها من خلال تعليمها كيفية النجاة من هذا المأزق عبر التمايل بجسدها للتخلص من الرمال. إذا نجح هذا العجل الصغير في محاكاة حركات والدته، قد يتمكن من الابتعاد عن الشاطئ. ستستخدم زعانفها الصدرية لمحاولة دفع نفسها بعيدا عن الشاطئ، وعندما تدور حول نفسها تحرك ذيلها في كل الاتجاهات. نجا الحوت الصغير من الموت بأعجوبة وتعلم درسا لن ينساه ما حياه. قد تكون هذه المرة الأولى التي قد ينقذ فيها التواصل حياته، لكنها لن تكون الأخيرة، وذلك لأنه شرط أساسي لبقاء حيوان أوركا على قيد الحياة. قبالة ساحل كولومبيا البريطانية أي كندا، يدرك هذا السرب من حيتان الأوركا متى يجدر به تجنب التواصل. إنه يخطط لاصطياد الفقمة المشبعة بالدهون، أي ما يزيد على 1,000,000 سعرة حرارية. ولا شك في أن إحداث أي ضجة قد يكلف حيتان الأوركا خسارة وجبتها بسهولة. للفقمة حاسة سمع مرهفة، بحيث إنها تستطيع الكشف عن ذبذبات صوت حيتان الأوركا بسهولة.
إنه نظام إنذار آلي حيوي يسمح له بالكشف عن المعتدي قبل أن يشن هذا الأخير هجومه. تتربص حيتان الأوركا بصمت، وبينما تعمل على محاصرة الفخمة يبدأ أصغر جرائها بالثرثرة مخترقا عتبة التردد. تغطس الفخمة وتنطلق مسرعة، فيلحق بها عجل حوت الأوركا. يجب أن يكون سريعا لأنه لا يعرف أنها تستطيع البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة. لديه أقل من 3 دقائق للقبض على فريسته قبل أن ينفذ الأكسجين. على هذه الوتيرة لن ينجح أبدا في القبض عليها في الوقت المناسب، لكن عندما يصل إلى عمق 70 مترا يتحول جسده إلى جهاز غوص في أعماق البحار. وفجأة تبدأ رئتاه بالانهيار لمنع الغازات من الوصول إلى الدم وتجنب حدوث حالة من الالتواء المميت. كما تنكمش رئتاه بعض الشيء ويتقلص حجم جسده. أصبح وزنه الآن أثقل من الماء، وها هو يغرق كالصخرة. يتفوق حوت الأوركا حاليا على فريسته، لكنه عندما يغوص على عمق أكبر تنقلب الموازين لصالح الفخمة، فالدم الغني بالأكسجين يسمح له بالغوص لأكثر من كيلومتر. دفع عجل الأوركا جسده إلى أبعد الحدود، وعلى مسافة تبلغ حوالي 250 مترا اضطر إلى العودة أدراجه بسبب تضاؤل الأكسجين. ألحق نهج هذا الجرو المهمل أضرارا قاسية جسيمة بسربه، إذ إنه أدى إلى خسارة أكثر من 1,000,000 سعرة حرارية في أعماق المحيط. فبدلا من الصيد في المياه المفتوحة، سيتعين عليه الآن الاتجاه نحو الشاطئ حيث تتجمع فريسته بأعداد أكبر، ومع تعدد الأهداف تزداد احتمالات القتل. في المياه الضحلة تكون المياه عكرة على نحو كبير، مما يجعل من الصعب قتل ما لا يمكن رؤيته. إلا أن عجل الأوركا لا يزال يجيد فن التعقب، وهو قادر على ملاحقة أي فريسة من دون استخدام نظره. وذلك لأنه يستخدم تقنية تحديد الموقع بالصدى، وهي عبارة عن نظام سونار حيوي دقيق جدا يسمح له باستشعار هدف بحجم المندرين من على بعد 100 متر. يرسل أصوات متقطقة عبر الفتوحات الأنفية مطلقا مئات منها في الثانية الواحدة. تصطدم هذه الطقطقات بالمياه بسرعة 1,500 متر في الثانية، أي ما يعادل 5 مرات سرعة الصوت المتنقل عبر الهواء. وفي غضون ثوان يرجع إليه صدى الأصوات على شكل بيانات. يعرف أن هناك كائنين ضخمين يسبحان في الجوار على بعد حوالي كيلومتر، كما أنه يعرف حتى في أي اتجاه يمكنه العثور عليهما. لكنهما ليسا هدفين مثاليين، لأنهما كبيران وقادران على التسبب بإصابته بجروح أثناء العراك، مما دفعه إلى مواصلة البحث
والانتقال بالتالي إلى مرحلة متقدمة من السونار العسكري لجهة تحديد الموقع بواسطة الصدى. استناداً إلى التباين في سرعة الطقطقات العائدة إليه، بات يدرك أن طول الكائنين يبلغ حوالي 1.5 متر، وأن وزنهما يصل إلى 90 كيلوغراماً، كما أن هناك طبقة من الدهن بسمك 5 سنتيمترات تغطي جسديهما، ما يعني أنهما أسدا بحر راشدين. وأخيراً ترده معلومة جديدة حاسمة مفادها أن أحدهما يتحرك بطريقة متقطعة ويترنح بصورة غير عادية. إنه مصاب وضلعه مكسور، لهذا فهو هدف مثالي. إلا أن كون أسد البحر مصاباً لا يعني أنه غير مؤذٍ. عندما يقع أسد البحر في قبضة حوت أوركا، يجدر به أن يدافع على نحو مستميت للحفاظ على حياته. سيعمل على الإفلات منه عبر شن هجوم مضاد ومحاولة خدشه. لتخفيف خطر التعرض لإصابة مدمرة، يتعين على حيتان الأوركا اعتماد استراتيجية هجومية. ما تستخدم تقنية الكر والفر، إذ يعمد كل منها إلى الدخول والخروج بسرعة وإلى المهاجمة تباعا، تهدف من خلال ذلك إلى إلحاق ضرر داخلي كبير لفريستها يجعلها تنزف حتى الموت. تكون الهجمات وحشية للغاية، ويبدو مشهد الصيد قاسيا جدا، بحيث إنك تتمنى لو أنها تقتل على الفور. يبدو هذا التكتيك قاسيا، لكنه يسمح لحيتان الأوركا بتعطيل فريستها قبل أن تصيبها هذه الأخيرة بالأذى، ولديها وسائل مذهلة للقيام بذلك. بضربة خاطفة من فص ذيله، يقذف جرو حوت أوركا أسد البحر 9 أمتار في الهواء. فإذا به يهوي بسرعة 45 كيلومترا في الساعة ويرتطم بسطح المحيط. تتناوب حيتان الأوركا على ضرب فرائسها، لكنها لا تريد المخاطرة بالتعرض للإصابة، فتبادر إلى التراجع وتنتظرها حتى تموت. وفجأة تنبعث الحياة مجددا في أسد البحر، وعلى الرغم من معاناته الناتجة عن رضوض وكسور في العظام، فهو لا يزال يتمتع بالقوة الكافية للمكافحة من أجل البقاء. أمامه فرصة واحدة للتغلب على حيتان الأوركا وبلوغ الشاطئ. إذا تمكن من الهرب بعيدا، فستفقد حيتان الأوركا وجبة قيمة أخرى. ها هو أسد البحر يسبح على نحو محموم، وإذا به يجد نفسه على بعد 45 مترا عن الشاطئ عاجزا عن الهرب. لدى حوت أوركا بضع ثوان فقط للقبض عليه، ما يدفعه إلى الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 55 كيلومترا في الساعة. يسدد عجل الأوركا الضربة الأخيرة ويجر فريسته تحت الماء ليشتركها مع بقية أعضاء سربه. تعد أنواع حيتان الأوركا سخية بالفطرة، وذلك لأنها تحرص على توفير حصة من غلة الصيد إلى كافة أفراد السرب الجياع. إلا أن أسد البحر يؤمن أقل من نصف احتياجات هذا السرب اليومية من الغذاء، لذا سرعان ما سيتعين على السرب الخروج للصيد مجددا.
إلا أن هناك سربا آخر من حيتان الأوركا على بعد 1300 كيلومتر جنوبا قبالة شاطئ مونتري في كاليفورنيا، يدرس خطة أكثر طموحا تهدف إلى مطاردة وجبة ضخمة من شأنها أن تؤمن الغذاء لكافة أعضاء السرب لمدة أسبوع كامل، وهي عجل الحوت الرمادي. ليس من السهل قط هذا الكائن الذي يبلغ وزنه 6800 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن سيارتين كبيرتين. ومما زاد الطين بلة هو أنه في حماية حارس شخصي ضخم بوزن 30,000 كيلوغرام. إنها أمه، ليست ضخمة وقوية بحيث يصعب على الأوركا قتلها فحسب، بل إنها قادرة أيضا على القضاء على مفترسها بضربة ذيل خاطفة. من هنا تحتاج حيتان الأوركا إلى خطة قتالية، فإذا بها تبدأ بتسيير دوريات عند الطرف الشمالي لخليج وادي مونتري، حيث تمر مئات أمهات الحيتان الرمادية وعجولها مهاجرة نحو الشمال من المكسيك إلى الألاسكا. مع مرور الوقت تكيفت أعداد كبيرة من الحيتان الرمادية مع تهديد الأوركا، وراحت تسلك الطريق الطويل المحاذ للشاطئ، حيث تعيق مياه البحر الضحلة والمليئة بالأعشاب حيتان الأوركا من النزول تحتها ومحاصرتها. أما اليوم فقررت هذه الأم أخذ صغيرها في طريق مختصر يمر مباشرة عبر المياه العميقة والمفتوحة، حيث ينتظرها سرب هائل من حيتان الأوركا. تدرك الأوركا أنه يسعها تسديد ضربة قاتلة واحدة، لذلك فهي تتحرك بحذر. لا يمكنها استخدام تقنيتها الدقيقة ذات الصلة بتحديد الموقع بالصدى، لأن الحيتان الرمادية شديدة الحساسية إزاء نقراتها. ستشعر بالصدى يلامس جلدها، إذ يبدو الأمر كأنك واقف أمام مكبرات الصوت في حفل لموسيقى الروك، حيث يسهل تحسس الضجيج النابض. من هنا يتعين على حيتان الأوركا التحول إلى نظام تتبع بديل. فإذا بها تتوقف عن الحركة وتلزم الصمت القاتل. تعرف هذه التقنية بالاستماع الهامد. في هذه الحالة تعمد إلى حصر تركيزها في محيطها على نحو كلي، بحيث تصبح قادرة على سماع أدنى الأصوات على بعد 30 كيلومترا. ها هي تلتقط صوت إحدى الحيتان الرمادية وصغيرها على بعد 9 كيلومترات إلى الجنوب. وفي لمح البصر تتجمع حيتان الأوركا بصورة منتظمة وتستعد للبدء بالمرحلة الأولى من هجومها المعروف بالسباحة المتزامنة. تنطلق بانتظام في أعقاب بعضها البعض للحد من محاولات السحب أو لتلافي إحداث أي ضجة قد تلتقطها فرائسها، مما يجعل من الصعب القبض عليها. في عرض تنسيقي لافت تتحرك الأوركا الخمسة في آن بهدوء تام وسرعة أكبر. وبينما راحت تقترب استولى شعور من الإثارة المفرط على أصغر العجول، مما دفعه إلى عدم السير في ركب الآخرين. وفجأة أدركت الحيتان الرمادية أنها تتعرض للمطاردة. تتمثل فرصتها الوحيدة بالسباحة إلى الشاطئ، فإذا نجحت في الوصول إلى المياه الضحلة قبل أن تقبض عليها حيتان الأوركا ستصبح في مأمن. ولكن إذا أوقعت تلك الدلافين بصغير الحوت في المياه العميقة فسيكون أمامها متسع من الوقت للشروع في الهجوم من الأسفل. بالنسبة لحيتان الأوركا إنه مجرد سباق لتناول وجبة، أما بالنسبة إلى صغير الحوت الرمادي فهو سباق للنجاة بحياته. We'll be right back.
تبعد الحيتان الرمادية 6 كيلومترات عن المياه الضخلة الآمنة، وهي تسبق حيتان الأوركا بأقل من 1 كيلومتر، وما تلبث أن تختفي. تندفع حيتان الأوركا بوزن 4 أطنان مترية على نحو أسرع من أسرع إنسان، وذلك لأن جسمها يساعدها على السرعة من الداخل إلى الخارج. ففي داخلها توجد كتلة ضخمة من العضلات على طول العمود الفقري، لكن ما يحيط بكتلة العضلات هو الذي يضفي عليها قوتها الحقيقية، ألا وهو طبقة الأنسجة الحيوية الضامة والمتشابكة في العضلات والأوتار مثل آلاف الأربطة المطاطية. عندما يحني هذا الدولفين جذعه في اتجاه واحد، تتمدد الألياف وتقذف كالمقلاع فتلويه في الاتجاه الآخر، وهكذا دواليك. إن هذه الحركات النابضة فعالة جدا، بحيث إن كل ضربة عضلات تستهلك 87% من طاقته. هذا ما يجعل بلوغه سرعة قصوى تتخطى 55 كيلومترا في الساعة، يبدو سهلا للغاية. بالمقارنة مع عجل الحوت الرمادي القادر على السباحة بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، يعد حوت أوركا متفوقا. لكن قبل الشروع في الهجوم، يحاول التخلص من التهديد الأكبر الذي يواجهه، ألا وهو الحوت الأم. تبدأ اثنتان من حيتان الأوركا بوخز الأم في محاولة لتشتيت انتباهها، فيصبح صغيرها في موقف ضعيف. يضرب حوت أوركا جمجمته الضخمة بقوة في بطن صغير الحوت. جمجمة حوت أوركا هي كتلة كبيرة من العظام الصلبة، تسدد ضربتها على جانبي تلك الحيتان الرمادية محاولة التسبب لها بنزيف داخلي أو كسور أو إصابات خطيرة من شأنها أن تستنزف قواها. تتناوب حيتان الأوركا على ضرب عجل الحوت الرمادي، إلا أن الأم مدافعة شرسة. من هنا يتعين عليها عزلها عن صغيرها بطريقة ما. يحاول أحد الأوركا الدخول بين الحيتان للفصل بين الأم وصغيرها دون التعرض لضربة بذيل الأم القوية. بعدما وجد نفسه واقعا بين أكثر من 40 ألف كيلوغرام من الحيتان الرمادية، أيقن الدولفين أنه ليس على استعداد للمخاطرة بحياته، فبادر إلى التراجع مؤقتا. تمتاز حيتان الأوركا بمثابرتها، فحين تضع نصب أعينها هدفا ما لا يهدأ لها بال قبل بلوغه. قد تستغرق العملية 2 ساعة أو أكثر لإيقاع حيوان واحد في شباكها. يعمل السرب على تجميع الحيتان الرمادية ومحاصرتها، وبدلا من ضربها يقفز عليها محاولا دفعها تحت الماء كي لا تستطيع الخروج إلى السطح للتنفس. يبدو أن هذا التكتيك الجديد ناجح. تحاول الأم صد موجة هجمات حيتان الأوركا، إلا أن أعدادها كبيرة وهي لا تملك القوة الكافية للتغلب عليها. عند مرحلة معينة تستنفد الوالدة كل قواها لدرجة أنها تبدأ بالاستسلام بدورها للهجوم، مما يضعها في نهاية المطاف أمام قرار صعب يقضي بتخليها عن صغيرها كي لا يهلكا معا. بعد 3 ساعات من الهجوم الوحشي، تدفع حيتان الأوركا عجل الحوت تحت الماء
فيغرق. جنت حيتان الأوركا ثمار مثابرتها وحصلت على وجبة طعام، لكنها لا تستطيع الشروع بنهش جلد فريستها على الفور لأن سمكه يزيد على 10 سنتيمترات ويكاد يصعب اختراقه. تخيل أنك تحاول قضم البطيخ بقشره، فجل ما يمكنك تحقيقه هو ترك آثار أسنانك على جوانبه. هكذا هو الأمر مع حيتان الأوركا وفريستها. من هنا تلتهم حيتان الأوركا الأجزاء اللينة كاللسان والفك السفلي. لطالما اعتقدنا أنه من المسرف أن تكتفي حيتان الأوركا بأكل اللسان أو أجزاء الفم اللينة، لكن إذا أعدنا التفكير في الأمر لا أيقنا أننا نتحدث عن آلاف الكيلوغرامات من اللحوم. إنها لمكافأة كبيرة تستحق عناء المخاطرة بمواجهة الحوت الرمادي، وهي خير دليل على تصميم حيتان الأوركا الذي لا مثيل له، والذي يعد من الشروط الأساسية لبقائها على قيد الحياة هنا أكثر من القارة القطبية الجنوبية. ففي هذا المكان تكون الفريسة بعيدة المنال. يبلغ وزن هذه الفقمة 250 كيلوغراما، وهي كناية عن وجبة مشبعة بالدهون، إلا أن حيتان الأوركا عاجزة عن الوصول إليها، لذلك يجدر بها ابتكار وسيلة لجذبها إليها. تمتاز حيتان الأوركا بذكاء غير عادي، أعني أنها حقا حذقة للغاية، فهي بارعة جدا في حل المشاكل وفهم الأسباب والنتائج. إنها تواجه الآن مشكلة بوزن 55,000 كيلوغرام تتجسد بهذا الطوف الجليدي بقياس 15 متراً ب10 أمتار. ليست فكرة قلب الطوف واردة على الإطلاق، وذلك لأن حيتان الأوركا ليست قادرة ببساطة على رفعه لمدة طويلة تكفي لتمر الفقمة من تحته، كما أن الجليد صلب للغاية، بحيث يصعب على حيتان الأوركا كسره بفعل تسديد ضربات قوية ومتكررة. لكن عندما تفشل القوة ينجح الفكر. يسبح أحد حيتان الأوركا نحو أحد أطراف الطوف الجليدي ويغطس، فيما يسبح اثنان آخران بعيدا عنه ويختفيان، وفجأة يسود الهدوء التام، ويبدو كما لو أن الدلافين قد عدلت عن فكرة صيد الفقمة، لكن المظاهر قد تكون خادعة. يتهشم الجليد وينقسم إلى 5 أجزاء، فيتقلص حجم خشبة خلاص الفقمة بنسبة 80%. تلك هي نتيجة إحدى أفضل مشاهد الافتراس التعاوني على الإطلاق. أتقنت حيتان الأوركا فن الصيد بالأمواج، حيث يتحول الماء بحد ذاته إلى سلاحها الدموي القاتل. من على بعد 15 متراً يسبح اثنان من حيتان الأوركا بتزامن كلي نحو الطوف الجليدي، وما يلبثان أن يزيدا سرعتهما لتبلغ 30 كيلومتراً في الساعة، يحرصان على السباحة قريباً من السطح بقدر كبير من التركيز. لا تشعر الفقمة بقدومهما لأنهما يسبحان بصورة مائلة تبقي زعانفهما الظهرية المرئية عادة مغمورة تحت الماء، مما يسمح لهما بالوصول على بعد سنتيمترات من الطوف الجليدي قبل أن يغوصا بسرعة ويندفعا تحت الجليد. تؤدي قوة جسديهما وسرعتهما إلى تكون دوامة تسحب طوف الجليد إلى الأسفل، متسببة بنشوء موجة بارتفاع متر واحد.
غالبا ما تكون قوية جدا لدرجة أنها تقطع الطوف الجليدي بوزن 55,000 كيلوغرام إلى 5 أجزاء، تاركة الحقمة واقفة على طبقة رقيقة من الجليد. من شأن موجة ثانية بهذا الحجم أن تقضي على ما بقي من الجليد، فتشعر الحقمة بالخطر وتعاود الظهور على طوف جليدي أكبر بثلاث مرات من الأول. تمتاز بمثابرتها، إذا لم تحصل على ما تريده فلن يغمض لها جفن حتى تنال مبتغاها. تطوق حيتان الأوركا الطوف الجليدي بمساحة 375 مترا مربعا، وتستعد للمرحلة التالية من هجومها التي يتولى خلالها كل فرد من السرب وظيفة خاصة به. إنه أسلوب الصيد الأكثر تنسيقا لأي حيوان في أي مكان في العالم. في البداية تضرب الطوف موجة سريعة لكسر جوانب الجليد الهشة، ومن ثم تأتي الموجة الثانية لكنها صغيرة جدا على التسبب بالكثير من الأضرار. تحتاج حيتان الأوركا لموجة أكبر لتصدع هذه الكتلة الهائلة من الجليد. يحاط طوف الفقمة بقطع صغيرة من الجليد تعمل عمل عشرات من المطبات لإبطاء سرعة حيتان الأوركا عند الاقتراب منها، لذا فقد حان الوقت للقيام ببعض أعمال الصيانة. لا شك في أن تنظيف الحطام أساسي، لكنه مجرد مرحلة تحضيرية لمحور خطة حيتان الأوركا الاستراتيجية الآهلة إلى نقل الطوف الجليدي الضخم إلى مكان آخر حيث تكون المياه صافية. تعمد إلى وضع أنوفها على حافة الطوف الجليدي ودفعه بعيداً عن طريقها. يمكنها التنبؤ بالمستقبل من حيث إدراك ما الذي قد يحدث نتيجة لأفعالها، وليس هناك الكثير من الحيوانات القادرة على استيعاب هذا المفهوم. إن نقل الطوف الجليدي بوزن 93,000 كيلوغرام إلى المياه المفتوحة يجعل من الصعب على الفقمة الهروب إلى طوف جليدي آخر، ما يعطي حيتان الأوركا الوقت الكافي لكسر الجليد بواسطة موجات قوية يؤدي كل منها إلى انكماش الطوف بنحو 20%. عندما تصل مساحة الطوف إلى 7×8 أمتار يصبح صغيرا بما يكفي لتشرع حيتان الأوركا في تطبيق مرحلة هجومها النهائية. دون الحاجة إلى الخروج من المياه ينقض سرب حيتان الأوركا على فريسته في عرض مبدع لا مثيل له قائم على العمل الجماعي. من الواضح أن كل ذلك هو نتيجة للتواصل القائم فيما بينها، فلا شك أن القدرة على تنسيق الأشياء كهجوم الموجة مثلا يتطلب فعلا الكثير من المهارات والدقة في التوقيت. وأجد شخصيا أنه من الصعب أن تتحلى مجموعة من الأشخاص بهذا النوع من القدرات. بفضل قدرتها الهائلة على التعلم تستمر حيتان الأوركا في التكيف مع بيئتها وتوسيع نطاق استراتيجياتها الافتراسية. فبعدما انتفضت على القيود المفروضة على الحيوان المائي النموذجي عملت على توسيع نفوذها الافتراسي ليشمل اليابسة. لقد ارتقت بقوتها وصقلت استراتيجياتها للتغلب على مخلوق يزن قدر طائرة نفاثة، وتعلمت متى تتخلى عن قوتها الغاشمة لبدء معركة ماكرة قائمة على الميكانيكا الحيوية. لديها أساليب صيد تفوق تكتيك الوحدة العسكرية دقة وتنسيقا، ولا عجب في أن تلك القدرة المدهشة على العمل في مجموعة لتذليل أي تحد هي ما يجعل من حيتان الأوركا مفترس المحيط الأبرز. البحر يؤمن أقل من نصف احتياجات هذا السرب اليومية من الغذاء،
لذا سرعان ما سيتعين على السرب الخروج للصيد مجددا. إلا أن هناك سربا آخر من حيتان الأوركا على بعد 1300 كيلومتر جنوبا قبالة شاطئ مونتري في كاليفورنيا، يدرس خطة أكثر طموحا تهدف إلى مطاردة وجبة ضخمة من شأنها أن تؤمن الغذاء لكافة أعضاء السرب لمدة أسبوع كامل، وهي عجل الحوت الرمادي. ليس من السهل قط هذا الكائن الذي يبلغ وزنه 6800 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن سيارتين كبيرتين. ومما زاد الطين بلة هو أنه في حماية حارس شخصي ضخم بوزن 30,000 كيلوغرام. إنها أمه، ليست ضخمة وقوية بحيث يصعب على الأوركا قتلها فحسب، بل إنها قادرة أيضا على القضاء على مفترسها بضربة ذيل خاطفة. من هنا تحتاج حيتان الأوركا إلى خطة قتالية، فإذا بها تبدأ بتسيير دوريات عند الطرف الشمالي لخليج وادي مونتري، حيث تمر مئات أمهات الحيتان الرمادية وعجولها مهاجرة نحو الشمال من المكسيك إلى الألاسكا. مع مرور الوقت تكيفت أعداد كبيرة من الحيتان الرمادية مع تهديد الأوركا، وراحت تسلك الطريق الطويل المحاذ للشاطئ، حيث تعيق مياه البحر الضحلة والمليئة بالأعشاب حيتان الأوركا من النزول تحتها ومحاصرتها. أما اليوم فقررت هذه الأم أخذ صغيرها في طريق مختصر يمر مباشرة عبر المياه العميقة والمفتوحة، حيث ينتظرها سرب هائل من حيتان الأوركا. تدرك الأوركا أنه يسعها تسديد ضربة قاتلة واحدة، لذلك فهي تتحرك بحذر. لا يمكنها استخدام تقنيتها الدقيقة ذات الصلة بتحديد الموقع بالصدى، لأن الحيتان الرمادية شديدة الحساسية إزاء نقراتها. ستشعر بالصدى يلامس جلدها، إذ يبدو الأمر كأنك واقف أمام مكبرات الصوت في حفل لموسيقى الروك، حيث يسهل تحسس الضجيج النابض. من هنا يتعين على حيتان الأوركا التحول إلى نظام تتبع بديل. فإذا بها تتوقف عن الحركة وتلزم الصمت القاتل. تعرف هذه التقنية بالاستماع الهامد. في هذه الحالة تعمد إلى حصر تركيزها في محيطها على نحو كلي، بحيث تصبح قادرة على سماع أدنى الأصوات على بعد 30 كيلومترا. ها هي تلتقط صوت إحدى الحيتان الرمادية وصغيرها على بعد 9 كيلومترات إلى الجنوب. وفي لمح البصر تتجمع حيتان الأوركا بصورة منتظمة وتستعد للبدء بالمرحلة الأولى من هجومها المعروف بالسباحة المتزامنة. تنطلق بانتظام في أعقاب بعضها البعض للحد من محاولات السحب أو لتلافي إحداث أي ضجة قد تلتقطها فرائسها، مما يجعل من الصعب القبض عليها. في عرض تنسيقي لافت تتحرك الأوركا الخمسة في آن بهدوء تام وسرعة أكبر. وبينما راحت تقترب استولى شعور من الإثارة المفرط على أصغر العجول، مما دفعه إلى عدم السير في ركب الآخرين. وفجأة أدركت الحيتان الرمادية أنها تتعرض للمطاردة. تتمثل فرصتها الوحيدة بالسباحة إلى الشاطئ، فإذا نجحت في الوصول إلى المياه الضحلة قبل أن تقبض عليها حيتان الأوركا ستصبح في مأمن. ولكن إذا أوقعت تلك الدلافين بصغير الحوت في المياه العميقة فسيكون أمامها متسع من الوقت للشروع في الهجوم من الأسفل. بالنسبة لحيتان الأوركا إنه مجرد سباق لتناول وجبة، أما بالنسبة إلى صغير الحوت الرمادي فهو سباق للنجاة بحياته.
تبعد الحيتان الرمادية 6 كيلومترات عن المياه الضخلة الآمنة، وهي تسبق حيتان الأوركا بأقل من 1 كيلومتر، وما تلبث أن تختفي. تندفع حيتان الأوركا بوزن 4 أطنان مترية على نحو أسرع من أسرع إنسان، وذلك لأن جسمها يساعدها على السرعة من الداخل إلى الخارج. ففي داخلها توجد كتلة ضخمة من العضلات على طول العمود الفقري، لكن ما يحيط بكتلة العضلات هو الذي يضفي عليها قوتها الحقيقية، ألا وهو طبقة الأنسجة الحيوية الضامة والمتشابكة في العضلات والأوتار مثل آلاف الأربطة المطاطية. عندما يحني هذا الدولفين جذعه في اتجاه واحد، تتمدد الألياف وتقذف كالمقلاع فتلويه في الاتجاه الآخر، وهكذا دواليك. إن هذه الحركات النابضة فعالة جدا، بحيث إن هل المكان آمن لتدرب صغيرها على كيفية اصطياد هذه الجراء؟ إذا بها تدفع صغيرتها داخل المياه الضحلة وخارجها لتساعدها على اكتساب دراية بشأن الإحساس الغريب باليابسة تحت جسدها. حان الوقت الآن لتريها كيف يجري ذلك. من أجل بلوغ الشاطئ بسلام تحتاج إلى الانطلاق بسرعة تبلغ حوالي 30 كيلومترا في الساعة، وهي تفعل ذلك باعتماد أهم حركات السباحة المثالية. تبدأ بتسديد ضربة قوية إلى الأسفل بفضل عضلاتها الضخمة التي تمتد من زعنفتها الظهرية إلى فص ذيلها، ومن ثم تنقر ذيلها نحو الأسفل. وسط هذه السلسلة من الحركات النظامية تسدد ضربة بواسطة فص ذيلها بزاوية 90 درجة، ومن ثم يليها باقي جسدها مولدا طاقة بقوة 108 حصان. إن الطاقة الناشئة عن هذه الحركات الأربع قوية للغاية، بحيث أنه يمكن لهذه الطاقة أن تضيء مدينة نيويورك بكاملها لأكثر من ثانية. وقبل أن يدرك ما أصابه، سيجد جرو أسد البحر نفسه عالقا بين فكيها الحدين. ويتعرض للضرب المبرح. تلحق هذه الضربات أذى كبيرا بالحيوان، فلو اكتفت الأم بإمساك الجرو في فمها لحظي الأخير بفرصة لخدشها، لكن بما أنها تعمل على ضربه وسحقه فهو لن يتمكن من إصابة هدفه، وبهذه الطريقة تتلافى الأم التعرض للإصابة من قبل فريستها. وبعد أن تنهال سحقا بالجرو، فيما تراقب ابنتها المندهشة بجانبها ما يحصل، إذا بها تقوم بما يتنافى مع سلوك معظم الحيوانات المفترسة في العالم، إذ إنها تطلق سراح فريستها بصورة متعمدة. يحتاج إلى التدريب لتنفيذ مناورة الجنوح المتعمد. أحياناً عندما ينتهي من العملية ولا يكون قد جاع بعد، يعمد إلى إطلاق سراح الجرو. والآن بعد مرور بضعة أيام وبعدما تعلمت من والدتها، باتت الابنة على استعداد لمحاولة الصيد بمفردها. تستمع إلى صوت تدحرج الحصى وغوص الجراء في المياه، فتطوق إلى الإيقاع بهدفها. فإذا بها تزحف 15 متراً نحو الشاطئ وتزيد من سرعتها.
لم تخفق في القبض على أسد البحر فحسب، بل إنها بالغت في سرعتها لتجد نفسها في النهاية عالقة في الرمل الخشن. لا يتكيف جسدها في هذا المحيط، وإذا لم تتبين سريعا كيفية الابتعاد عن الشاطئ فسوف تنفق. تغطي المياه نصف جسمها، لكن عجل حوت الأوركا لا يملك القدرة الكافية على الطفو ليسبح بعيدا. ونظرا إلى كونها لم تتقن بعد آلية الجنوح المتعمد، بدت عدوانية جدا حين انطلقت باتجاه الشاطئ بسرعة تبلغ حوالي 50 كيلومترا في الساعة. ولا عجب في أن الهجوم بأقصى سرعة ممكنة يمكن أن يعد خطأ فادحا. بات جسمها البالغ من الوزن طنين ونصف طن متري مهددا من قبل قاتل غير متوقع، ألا وهو الجاذبية. هيكلها العظمي يتحرك تحت الماء لا على اليابسة كالبشر. تمتاز عظام ورك الإنسان بعرضها وقوتها وقدرتها على توزيع كل ثقله، إلا أن عظام ورك هذا الدولفين هي بعرض الخنصر لدى الإنسان، مما يجعلها غير قادرة على احتمال وزنه الذي يصل إلى 2500 كيلوغرام. من هنا فهي لا تستطيع منع قوة الجاذبية من ضغط رئتيها وكمية الأكسجين داخلها. وما يزيد الطين بلة هو أن أغشية الخلايا تتضرر بفعل ضغط الجسد، مما يؤدي إلى خروج البروتينات من العضلات ودخولها إلى العروق. تحاول الكليتان تصفية البروتينات التي تسمم الخلايا، لكن عند فرز كميات كبيرة منها قد تصاب الكليتان بالفشل في نهاية المطاف. لا يعيش هذا الحوت القاتل خارج المياه فحسب، بل إن وقته بدأ ينفد. على صوتها في لفتة يائسة لا شيء يسيطر على محيطات العالم كما حوت الأوركا القاتل. إنه عبارة عن آلة مفترسة لا تكاد تشوبها شائبة، فهو لا يتفوق جسديا على معظم الحيوانات على وجه الأرض فحسب، لكنه يفوقها أيضا دهاء وحيلة. بمستوى مذهل من العمل الجماعي، تعتمد حيتان الأوركا على أجرى استراتيجيات الصيد في مملكة الحيوان، وتعتبر من أبدع الأمثلة على الميكانيكا الحيوية الموجودة في الخلق والتي لم تشاهد من قبل. سنلقي نظرة عليه قلبا وقالبا من خلال برنامج أنا وحش. يخاطر حوت الأوركا كثيرا عند الاقتراب من الشاطئ لتنفيذ عملية قتل من هذا النوع، لأن أدنى خطأ في الحسابات قد يتركه من غير وسيلة تمكنه من العودة. ينتج عن هذه المحاولات يوم زاخر بالحماس والنشاط. لا شك في أن هذه الاستراتيجيات الجريئة في الصيد هي التي تجعل حيتان الأوركا من أبرز الحيوانات المفترسة في المحيط. تعد حيتان الأوركا حيوانات مفترسة وقوية، إنها في الواقع أعلى الدوار مرتبة في المحيطات، فهي تأكل أسماك القرش على الفطور، وغالبا ما يكون حجمها الكبير كافيا لتتغلب على فرائسها. على الرغم من كونها تعرف بالحيتان القاتلة، إلا أن حيتان الأوركا هي في الواقع من أكبر أنواع الحيتان على الأرض، ولقد اكتسبت هذا اللقب لأنها من بين الحيوانات المفترسة القليلة في العالم القادرة فعلا على قتل الحيتان. إنها متعددة البراعات وطليقة الحركة، وفي كل منطقة تصطاد حيوانات مختلفة.
وتعتمد كل من فرائسها على آليات دفاعية مضادة فريدة، مما يطرح مشكلة خاصة يتعين على حيتان الأوركا حلها من أجل البقاء على قيد الحياة. تصطاد على شكل مجموعات، فخلافاً لسمك القرش الأبيض الكبير، ليست حيتان الأوركا حيوانات مفترسة انفرادية بشكل حصري. غالباً ما تقضي حياتها في الصيد مع عائلاتها على شكل أسراب، وهي كناية عن وحدات متماسكة، عادة ما تقودها الأمهات والجدات اللواتي يتناقلن المعارف من جيل إلى جيل. تلازم الصغار أمهاتها طوال الوقت وتتواصل معها على نحو فعال، بحيث إن عملية الصيد تصبح عملا جماعيا فعليا. تعد حيتان الأوركا مفترسة اجتماعية بامتياز. قبالة سواحل الأرجنتين في أوائل الخريف، يبقى هذا السرب من حيتان الأوركا على قيد الحياة من خلال السباحة نحو الشاطئ في خطوة تعرف بالجنوح المتعمد. هنا تجتمع جماعات من جراء أسد البحر بهدف تعلم السباحة. قد تصبح هذه الجراء بمثابة البط الراقد إذا تبينت حيتان الأوركا كيفية الوصول إليها. يحتاج حوت الأوركا الراشد إلى أكل ما يعادل 225 كيلوغراما من الطعام يوميا للبقاء على قيد الحياة. وبالتالي فإن حيتان الأوركا الأربعة في هذا السرب تحتاج إلى أكل 9 جراء أسد بحر يوميا لتتمكن من الصمود طوال السنة. يتعين على كل فرد من المجموعة الانقضاض على فريسته بنفسه. من هنا ليس هناك ما هو أكثر أهمية من تعليم الأم مهارات الصيد لصغارها. عندما يبلغ العجل شهرين من العمر فقط، تبدأ الأم بتعليمه كيفية المساهمة في عمل الجماعة وملاحقة الفرائس. أصبحت هذه الأم مستعدة لتعليم ابنتها فن الجنوح المتعمد. هذه على الأرجح أخطر استراتيجية صيد يعتمدها أي حيوان في أنحاء العالم. إن اقترفت أدنى خطأ فستموت، إذ إنها قد تجد نفسها محتجزة على الشاطئ عاجزة عن العودة. إذا أخطأ حوت الأوركا غالبا ما سيهلك. من هنا يجب أن تكون الأم ضليعة بما تفعل. فإذا بها تقوم بعدة اختبارات لقياس سطح الشاطئ وزاوية الانحدار. يتطلب الاقتراب من الشاطئ للانقضاض على جراء أسد البحر جهدا كبيرا. ها هي تتدرب على تنفيذ العملية. هل الشاطئ منحدر بما فيه الكفاية؟ وإذا انطلقت مسرعة نحوه، فهل ستتمكن من العودة؟ إلا أن عجل الأوركا لا يزال يجيد فن التعقب، وهو قادر على ملاحقة أي فريسة من دون استخدام نظره. وذلك لأنه يستخدم تقنية تحديد الموقع بالصدى، وهي عبارة عن نظام سونار حيوي دقيق جدا يسمح له باستشعار هدف بحجم المندرين من على بعد 100 متر. يرسل أصواتا مطقطقة عبر الفتوحات الأنفية مطلقا مئات منها في الثانية الواحدة. تصطدم هذه الطقطقات بالمياه بسرعة 1500 متر في الثانية، أي ما يعادل 5 مرات سرعة الصوت المتنقل عبر الهواء. وفي غضون ثوان يرجع إليه صدى الأصوات على شكل بيانات. يعرف أن هناك كائنين ضخمين يسبحان في الجوار على بعد حوالي كيلومتر، كما أنه يعرف حتى في أي اتجاه يمكنه العثور عليهما. لكنهما ليسا هدفين مثاليين، لأنهما كبيران وقادران على التسبب بإصابته بجروح أثناء العراك، مما دفعه إلى مواصلة البحث
والانتقال بالتالي إلى مرحلة متقدمة من السونار العسكري لجهة تحديد الموقع بواسطة الصدى. استناداً إلى التباين في سرعة الطقطقات العائدة إليه، بات يدرك أن طول الكائنين يبلغ حوالي 1.5 متر، وأن وزنهما يصل إلى 90 كيلوغراماً، كما أن هناك طبقة من الدهن بسمك 5 سنتيمترات تغطي جسديهما، ما يعني أنهما أسدا بحر راشدين. وأخيرا ترده معلومة جديدة حاسمة، مفادها أن أحدهما يتحرك بطريقة متقطعة ويترنح بصورة غير عادية. إنه مصاب وضلعه مكسور، لهذا فهو هدف مثالي. إلا أن كون أسد البحر مصابا لا يعني أنه غير مؤذن. عندما يقع أسد البحر في قبضة حوت أوركا، يجدر به أن يدافع على نحو مستميت للحفاظ على حياته. سيعمل على الإفلات منه عبر شن هجوم مضاد ومحاولة خدشه. لتخفيف خطر التعرض لإصابة مدمرة، يتعين على حيتان الأوركا اعتماد استراتيجية هجومية. ما تستخدم تقنية الكر والفر، إذ يعمد كل منها إلى الدخول والخروج بسرعة وإلى المهاجمة تباعا، تهدف من خلال ذلك إلى إلحاق ضرر داخلي كبير بفريستها يجعلها تنزف حتى الموت. تكون الهجمات وحشية للغاية، ويبدو مشهد الصيد قاسيا جدا، بحيث إنك تتمنى لو أنها تقتل على الفور. يبدو هذا التكتيك قاسيا، لكنه يسمح لحيتان الأوركا بتعطيل فريستها قبل أن تصيبها هذه الأخيرة بالأذى، ولديها وسائل مذهلة للقيام بذلك. بضربة خاطفة من فص ذيله، يقذف جرو حوت أوركا أسد البحر 9 أمتار في الهواء. فإذا به يهوي بسرعة 45 كيلومترا في الساعة ويرتطم بسطح المحيط. تتناوب حيتان الأوركا على ضرب فرائسها، لكنها لا تريد المخاطرة بالتعرض للإصابة، فتبادر إلى التراجع وتنتظرها حتى تموت. وفجأة تنبعث الحياة مجددا في أسد البحر، وعلى الرغم من معاناته الناتجة عن رضوض وكسور في العظام، فهو لا يزال يتمتع بالقوة الكافية للمكافحة من أجل البقاء. أمامه فرصة واحدة للتغلب على حيتان الأوركا وبلوغ الشاطئ. إذا تمكن من الهرب بعيدا، فستفقد حيتان الأوركا وجبة قيمة أخرى. ها هو أسد البحر يسبح على نحو محموم، وإذا به يجد نفسه على بعد 45 مترا عن الشاطئ، عاجزا عن الهرب. لدى حوت أوركا بضع ثوان فقط للقبض عليه، ما يدفعه إلى الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 55 كيلومترا في الساعة. يسدد عجل الأوركا الضربة الأخيرة ويجر فريسته تحت الماء ليشتركها مع بقية أعضاء سربه. تعد أنواع حيتان الأوركا سخية بالفطرة، وذلك لأنها تحرص على توفير حصة من غلة الصيد إلى كافة أفراد السرب الجياع. إلا أن أسد سمعت والدتها صراخها وهبت للمساعدة.
صحيح أنها عاجزة جسديا عن مساعدتها، لكن لا يزال بإمكانها إنقاذ حياتها من خلال تعليمها كيفية النجاة من هذا المأزق عبر التمايل بجسدها للتخلص من الرمال. إذا نجح هذا العجل الصغير في محاكاة حركات والدته، قد يتمكن من الابتعاد عن الشاطئ. ستستخدم زعانفها الصدرية لمحاولة دفع نفسها بعيداً عن الشاطئ، وعندما تدور حول نفسها تحرك ذيلها في كل الاتجاهات. نجا الحوت الصغير من الموت بأعجوبة وتعلم درسا لن ينساه ما حياه. قد تكون هذه المرة الأولى التي قد ينقذ فيها التواصل حياته، لكنها لن تكون الأخيرة، وذلك لأنه شرط أساسي لبقاء حيوان أوركا على قيد الحياة. قبالة ساحل كولومبيا البريطانية أي كندا، يدرك هذا السرب من حيتان الأوركا متى يجدر به تجنب التواصل. إنه يخطط لاصطياد الفقمة المشبعة بالدهون، أي ما يزيد على 1,000,000 سعرة حرارية. ولا شك في أن إحداث أي ضجة قد يكلف حيتان الأوركا خسارة وجبتها بسهولة. للفقمة حاسة سمع مرهفة، بحيث إنها تستطيع الكشف عن ذبذبات صوت حيتان الأوركا بسهولة. إنه نظام إنذار آلي حيوي يسمح له بالكشف عن المعتدي قبل أن يشن هذا الأخير هجومه. تتربص حيتان الأوركا بصمت، وبينما تعمل على محاصرة الفخمة يبدأ أصغر جرائها بالثرثرة مخترقا عتبة التردد. تغطس الفقمة وتنطلق مسرعة، فيلحق بها عجل حوت الأوركا. يجب أن يكون سريعا لأنه لا يعرف أنها تستطيع البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة. لديه أقل من 3 دقائق للقبض على فريسته قبل أن ينفد الأكسجين. على هذه الوتيرة لن ينجح أبدا في القبض عليها في الوقت المناسب، لكن عندما يصل إلى عمق 70 مترا يتحول جسده إلى جهاز غوص في أعماق البحار، وفجأة تبدأ رئتاه بالانهيار لمنع الغازات من الوصول إلى الدم وتجنب حدوث حالة من الالتواء المميت. كما تنكمش رئتاه بعض الشيء ويتقلص حجم جسده، أصبح وزنه الآن أثقل من الماء، وها هو يغرق كالصخرة. يتفوق حوت الأوركا حاليا على فريسته، لكنه عندما يغوص على عمق أكبر تنقلب الموازين لصالح الفقمة، فالدم الغني بالأكسجين يسمح له بالغوص لأكثر من 1 كيلومتر. دفع عجل الأوركا جسده إلى أبعد الحدود، وعلى مسافة تبلغ حوالي 250 مترا اضطر إلى العودة أدراجه بسبب تضاؤل الأكسجين. ألحق نهج هذا الجرو المهمل أضرارا قاسية جسيمة بسربه،
إذ إنه أدى إلى خسارة أكثر من 1,000,000 سعرة حرارية في أعماق المحيط. فبدلاً من الصيد في المياه المفتوحة، سيتعين عليه الآن الاتجاه نحو الشاطئ حيث تتجمع فريسته بأعداد أكبر. ومع تعدد الأهداف تزداد احتمالات القتل. في المياه الضحلة تكون المياه عكرة على نحو كبير، مما يجعل من الصعب قتل ما لا يمكن رؤيته.